الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ويقول سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، تصطفي من خلقك وعبادك من تشاء، تمن بالشهادة على من تشاء متى تشاء، تهبها وتمنحها لمن تشاء، وتختص بها من تشاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فألخص حديثي عن التضحية في سبيل الوطن في ثلاث نقاط. الأولى هي أن التضحية في سبيل الوطن جزء من صميم عقيدتنا الدينية، فمصالح الأوطان لا تنفك عن عظيم مقاصد الأديان. والتضحية في سبيل الوطن هي سبيل الشرفاء والعظماء والنبلاء والأوفياء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل أوطانهم. وسيقف التاريخ شامخا وشاهدا أمام تضحيات العظماء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل أوطانهم، كما يقف أيضا شاهدا على الخونة والعملاء والمأجورين، يسجل بمداد من نور أسماء الشهداء والمصابين وكل من ضحوا في سبيل وطنهم، كما يسجل أسماء الخونة والعملاء بمداد الخيانة والغدر. النقطة الثانية أننا يجب أن نوضح بوضوح لا لبس فيه، وأن نفرق بين شهيد الحق في سبيل الله والوطن وبين قتيل الباطل من أهل الفتنة والضلال والإفساد وجماعات أهل الشر الذين يستبيحون دماء الأبرياء ويروعون الآمنين، كما يجب أن نفرق وبوضوح شديد أيضا بين الجهاد الذي هو حق وبين أهل البغي والإفساد في الأرض، وأن نفرق أيضا بين مفهوم الجهاد ومفهوم القتال. فالجهاد أعم، الجهاد قد يكون بالنفس أو بالمال أو بالكلمة الطيبة أو بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أو بالقرآن الكريم، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن وبأخلاق وتعاليم القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا.
أما الجهاد القتالي فقد تطوى مدلول الكلمة، وأصبحت في العصر الحاضر تعني إعلان حالة الحرب أو إعلان حالة التعبئة العامة أو الخاصة، وهي حق حصري لولي الأمر الشرعي الذي أناط القانون والدستور به إعلان حالة الحرب. وننظر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ولم يكن ولا كان من الممكن أن يكون لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يعلن حالة الحرب، لا لشخص ولا لقبيلة ولا للصحابة ولا لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا وحاكما. قد يقول بعض الناس هذا هو النبي، نعم، انتقل إلى عهد الخلفاء الراشدين وهم بشر، في عهد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جاء بعدهم، هل كان لأحد من الصحابة مهما كان بالغا ما بلغت مكانته، أو لقبيلة من القبائل، أو لولاية من الولايات، أو لإقليم من الأقاليم، أن يعلن حالة الحرب دون أن يعلنه الخليفة بنفسه باعتباره الحاكم؟ لم يحدث في تاريخ الإسلام على الإطلاق أن خرجت جماعة، وعندما خرجت بعض الجماعات أطلق عليهم لفظ الخوارج والبغاة والمفسدين في الأرض، وكان هؤلاء وأوجب الشرع قتال البغاة. إذن مسألة الجهاد القتالي الذي تطوى مدلوله ليصبح في عصرنا الحاضر محصورا في إعلان حالة الحرب هي حق حصري لفي كل دولة لما ينظمه القانون والدستور من حق من يعلن حالة الحرب، وما سوى ذلك فساد وإفساد وبغي وضلال مبين. نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم، اسأل الله العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. فضل الشهادة في سبيل الوطن عظيم، ومن هنا نوجه تحية لكل شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة ورجال قواتنا المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل هذا الوطن، سائلين الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين مع الأنبياء والصديقين. ولكن إلى جانب هؤلاء الشهداء هناك أناس ضحوا وما يزالون يضحوا لا تقل تضحياتهم عن تضحيات الشهداء. هم هؤلاء المصابون الذين قدمت لنا وزارة الداخلية أنموذجا رمزيا لهم في احتفالها بعيدها القومي 69، وهو ذلك الرائد البطل العظيم صلاح الحسيني. ومن هنا يطيب لنا أن نوجه تحية خاصة للرائد صلاح الحسيني ولكل زملائه من المصابين من أبناء الشرطة وأبناء القوات المسلحة الذين ضحوا ببعض أعضائهم أو ضحوا بإصاباتهم في سبيل هذا الوطن. وإلى جانب هؤلاء وأولئك، إلى جانب الشهداء والمصابين، هناك شهداء آخرون هو من يمكن أن نسميهم الشهداء حكما، وهو ما ينطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هناك يقينا من يتمنون الشهادة، وهناك من يعرضون أنفسهم على الله مرات عديدة، ولكن كما قال الحق سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. بل هناك من يتعرضون عشرات بل مئات المرات
للشهادة، وبقي أجل يحميهم، لأن الله يقول لكل أجل كتاب. أيضا بل إن هناك من أبناء الشرطة والقوات المسلحة البواسي لهؤلاء وأولئك من هم مرابطون على الحدود يحمون وطنهم، لا أقول يتعرضون للشهادة عشرات المرات بل مئات المرات، بل أنتم تدركون أكثر من أي أحد آخر أنهم يتعرضون للشهادة عدد كل نفس يتنفسونه، لأنهم في حالة ترقب وأمام عدو غادر فاجر لا يتقي الله لا في دين ولا في وطن. وخلف هؤلاء وأولئك آباء وأمهات قلوبهم مع أبنائهم، فإذا كان الأبناء يتعرضون في كل لحظة أو يعرضون أنفسهم على الله، فمع كل لحظة هناك قلوب آباء وأمهات وأزواج وزوجات وأبناء وبنات يترقبون وينتظرون. إنها لتضحيات عظيمة جزاؤها عند الله وحده، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. فعلينا وعليكم أن نجدد النية دائما لله في حماية هذا الوطن، سائلين الله العلي العظيم أن يتغمد جميع شهدائنا من أبناء الشرطة والقوات المسلحة وكل وطني شريف ضحى بنفسه في سبيل وطنه، أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين، وأن يحسن مثواهم، وأن يعجل للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يعوضهم عما افتقدوه بفضله ونعمته في الدنيا والآخرة، وأن يربط على قلوب الآباء والأمهات والأزواج والأبناء والأبناء والبنات، وأن يجزي الجميع خير الجزاء. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بنا مكرا أو كيدا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه لا له يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه، واجعل رزقها ورزق أهلها رغدا من البر والبحر والسهل والجبل يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. وعجل اللهم يا رب العالمين برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، واجعل مصرنا أمنا أمانا وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.